احنا زي ما قلنا النمل امم، في 5000 امه ونوع من النمل مختلفه في حياتها وقوانينها وعاداتها. اللي شايفينه حته من البيت، بيوت النمل بتبقى عاده في على اطراف الغابه والاماكن اللي فيها اعشاب وحشائش، وده اللي شايفينه ده بيت النمل، تل صغير كده حواليه حشيش. لو هنعمل مقطع في هذا التل الصغير هنكتشف ان النمل مفصل جواه نوع من الغرف والدهاليز والبدرومات والسراديب، وان في غرف سفلية وفي غرف علوية. الغرف السفلية بيحط فيها البيض واليرقات لأنها بتبقى نسبيا رطبة وبرد، والغرف العلوية بيحط فيها الشرانق لأنها بتبقى سخنة. دايما بتشوف إن الشغالة شايلين الشرانق، شوف كل واحدة شايلة شرنقها، الشرنقة بتبقى كبيرة، كل واحدة شايلة شرنقها وطالعة بيها تطلعها فوق في الغرف العلوية اللي حكينا عنها. الغرف العلوية بتبقى الصبح النهار، والنهار تبقى دافية، بالليل بتبتدي الغرف العلوية تبرد، فيرجع تاني النمل الشغالة ده ياخد الشرانق وينزل بيها للغرف السفلية. ليل نهار طالع نازل طالع نازل، عملية غريبة ثم عملية زي ما قلنا فيها علم. يعني أنا إن دايما الشرانق بتتحط في الدفء ده مرتبط بعملية التعجيل في نموها وفي نضجها.